وضعي مريح، فجأة جاني تليفون وبحث صحيح، اجى عنا على الهواء واحكي على التلقيح، وانا نخمم في المرواح وفي عشية في الكوجينة، لاهي نحكي مع المذيع ستمتع لينا انجولينا. You tell some light-hearted fan on hidden camera. اللي تزلع لطف عليه وصحة للي ما تعقبتش عليه، رمضان ضحكة من القلب ويعاشق النبي صلي عليه. صحة شريبتكم وإن شاء الله رمضانكم مبروك. توا عام ونص الكوفيد 19 والحديث العالم مغير حياة الإنسانية، ومن اللي خرج التلقيح البلدان الكل واللي تتحاول باش توفر لمواطنيها الفاكسان اللي باش يرجعنا للحياة الطبيعية، لكن للأسف برشا بلدان ما عندهاش الإمكانيات باش تشري التلقيح بالكميات وفي الأجل اللازم. التوانسة كما برشا شعوب مازالوا يستناو في التلقيح اللي وصل مخر وبكمية قليلة، هذاك علاش فكرنا باش نستنجدوا بواحدة من الشخصيات العالمية المعروفة بنشاطها مع عديد المنظمات الدولية في المجال الخيري والإنساني، أنجلينا جولي، باش تعاوننا في توفير التلقيح للتوانسة. مرحبا بكم في الكاميرا الخفية أنجلينا 19 الحلقة الأولى. أنجلينا جولي اليوم تونسية avec un grand Angelina Jolie says she will work the coronavirus vaccine. في أنجلينا 19 استدعينا مجموعة من الوجوه المعروفة باش يشاركوا في برنامج توعوي يشجع على حملات التلقيح، وحذرنا لهم مفاجآت من العيار الثقيل. بتبيع المشاهد اللي باش تشوفوها في الكاميرا كاشي أنجلينا 19 هي مشاهد هزلية ما عندها حتى علاقة بالواقع، ونأكدوا أنه التلقيح ضد الكوفيد 19 يبقى هو أفضل طريقة لحماية رواحنا والعزيز علينا من هالفيروس الخطير. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يا سيدي مرحبا بكم. فوزي شنو أحوالك خويا؟ نشوف فيك لايب بحذاه. اسمعني نظم لي روحك راهو فوزي خويا، على خاطر ما تعرفش عليك لا تنجم الحلقه تشوفه من هنا كلاشيك من هنا، اعرف تخرج من فمك عاش خويا. كلاي بيبي جي، كلاي بيبي جديد، كلاي الرابر المعروف المشهور الذي له صيت كبير في تونس، حبيب الجماهير ايضا. ضيفنا اليوم كلاي بيبي جي، فنان مشهور بكلمته الحلوه، انسان مسالم ما يحبش العرك، معروف بباله الواسع، وكالعاده جبنا الدكتور بوغيره باش نتلفوا به الجره. دكتور نبدا معاك مباشره، تعددت التلقيح، اي التلقيح سوف نستعمل؟ 5 كومباني كبار قاعدين في العالم تو، وكل واحدة خذت الموضوع منشيرة. أنا منشيرة تلقيح متاع موديرنا وفايزر. شوف هكا كلاي كيفاش في قمة التركيز متبع الدكتور من البالتة. أما نروم المورة وأنا شاكك اللي في مخه حظله في فريستايل. يو 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 يا دكتور بوغيرة، أنت طبيب ولا غراب؟ إي الناس من التغويث متاعك مرضوا بالأعصاب. يو 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 ملا كلاي، خذوها زي قيدوها قيدوها يا فوزي. انت حسب رايك ما مرد هذا الكل، وشنو هو بالضبط اللي قاعد يتقال اليوم في تونس بين عامه الشعب؟ انا خويا واحد خويا من الناس مستحيل معناها باش نهز دارنا والا باش نمشي انا باش نحط معناها التلقيح هذايا في بنت. لا 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 علاش لا يا خي ضد التلقيح؟ نموتوا الناس الكل بالكورونا نتهردوا؟ كيفاش؟ بدينا نزلتوا من تو. انا خويا بالشارع الحاجه ما نجربوهاش، ما شافوش النتيجه نتاعها. ما نجمش نجي لعبيد نقول لهم لقحوا، نجم انا بعد نتحمل مسؤوليتهم قدام ربي. فوالا كلاي هنا بدي تعجبني، يحب يجرب التلقيح، يحب يجرب التلقيح فضا، هاوش نجربوه لي. كلاي عنده ضربين اللغه واحنا عندنا ضربين الابره، نجربوا له التلقيح بتجربه عمره ما جربها حد قبله. حتى معناه في الطب انت تعرف فما برشا دويات بعد 10 سنين نلقاهم اليوم يضروا الناس وتنحاو، يا معناها كذا عمره عام راهو نحكي وعليه. ينجم يكون الفيروس معناها الانتي فيروس اختر. هذه راهو اسمها فاكسان، ما عندها حتى علاقة بالانتي فيروس اللي يتحط في البيسي في الاورديناتور. تفضل الدكتور والعلامة كلاي قبل لنا المحاضرة نتاعك. نجربوا على فيران التجارب ومن بعد نخرجوا للناس، أما بعد على الأقل مثلا جربنا احنا على حاجة مثلا حيوان حشاك، فهمتني؟
نشوفوا احنا صوروا هذيك كيما كانوا يعملوا قبل يشوفوا اللي فما معناها تغير تنجم انت تزرق الحيوان تصير له حاجه يتعوج يولي بوكيمون يا عيني يا عيني يا عيني على الدكتور كلاي ولا يعطي فينا في تحليل علمي وطبي وتقني بحت يا كلاي يا كلاي اسمعني فوزي طلع له فدوز عاش خويا طلع له انجيلينا خير طلع له انجيلينا خلي راها ويحن بالك يحب يلقح توجى وقت المفاجأة والصدمة الأولى أنجلينا جولي اللي جابت معها التلقيح المنتظر التلقيح الخاص بكاميرا كاشي أنجلينا ديزنر أنجلينا جولي باش تطلع بحذا جماعة وضيفنا باش يلقى روحه قدام سيناريو ما كانش يخطر له على البال تأكد حضور الضيفة كلاي تأكد حضور الضيفة ذاك علاش حبيت نعلن عليها هي الممثلة هي سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة بتونس نعم ستكون وستحل بعد لحظات يا كلاي يا كلاي راهي انجلينا جولي بحذاك ماهيش نرمين صفر لعب لي فيها براد بيت فوزي اكبس عليه عاد خويا اكبس عليه نرفزني يا روح اهلا وسهلا في اول زياره لها لتونس مرحبا بك انجلينا اهلا وسهلا مرحبا ايضا هبه تليلي المترجمه شكرا لها على قبول الدعوه لانها ستلتحق بالفضاء لي القيام بتلقيح في الفضاء الفرعي يعطيك الصحة قدم لك ضيوفي كلاي بيبي جي الرابر المعروف في تونس شرف كلاي هل لديك استفسار حول بالفعل حبيت تعطي الملاحظة قيل وأنها أتت جاءت ومعها عدد كبير من التلقيح الذي يبدو حسب معلومات السفارة وأنها تحصلت على كل التراخيص وبصدد إجراء التلقيح على بعض التونسيين والتونسيات الذين توافدوا اليوم أوه شكلا كيفاش بديت شوحك أوه اسمعني أنا ما دخليش روح فوزي فوزي عايش خويا رد بك على روحك الأولاد أمان الأولاد فضوها أنتم معاهم بعد ما دخلني حد شيء يعيشكم يا علامي راني على روحي رايب تينا لتونس خصيصاً لأن الأمم المتحدة أعلمتنا بوجود حالتين من التطور أو التحول الجديد في فيروس كورونا في تونس على أولاً ثانياً التكنولوجيا المستعملة شبيهة جداً لتكنولوجيا بي فايزر وموديرنا ولكن الاختلاف هنا في طريقة التخزين حيث يخزن اللقاح بي فايزر وموديرنا تحت 70 درجة تحت الصفر ولكن هذا اللقاح يخزن في 10 درجات تحت الصفر فقط رأيك في هذا؟ عجبيه هو المعروف هذا تو التلقيح انا عندي معناها ملاحظه اللي تقول لك جاب التلقيح باش يجربهم في تونس ها باش نسالوه من امريكا باش يجيو يجربوا هنا علينا باش نسالوه معناها بالحق قول ما بدلك معناها ما عندنا من خبيو مش قله ثقه كبيره معناها بلاد اخرى مرحبا بها لقد تم إجراء التجارب السريرية على 500 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل اللقاح على ترخيص لنشر العمر شكراً على كل سنكون بعد حين بينكم في المقر الفرعي لمواكبة لمعاينة التلقيح نشكرك مجدداً ونلتقي بك بعد لحظات شكراً شكراً جزيلاً شكراً شكراً جزيلاً لمساندتكم شكراً نتواصل معكم بعد هذا الفصل شكرا انت ما تلمنا الموضوع هذا محقرانيه فيش معناها تجي تجرب على العباد وتشوفها انت قلت لك جربتها في امريكا مان فلا هكا الناس ما قلت لك جربت في باب جديد 10000 تلقيح انا وين ما عملت شيء انا شوف امان بربي خلينا نتكلم معك لايك كلمتين انا راني خويا اللي يهمني لا حاجه اخرى نعرف واش معناها كي يبدا شنو شانجوني انا كتبت ما نعرفش كون ملك لا قريبه فيه انجلينا جولي كلها ما عجبتوش الاولاد ما دخلوا لي يساور بالك شي طموحاتهم ماهيش عالميه برشا دخلوا لي يساور عنا كمام الزين العربي متاعنا والمحلي والاصيل انا في انتظار ضيفتي اساور ان كانت جاهزه الدكتور بربي بيستلتحق بينا اساور بعد مش نلتحقوا معايا
تستناني باش نمشي مع بعضنا في الفضاء الثاني. أساور بن محمد باش تعاوذ الدكتور زكريا بوغيرة اللي جاتو التزاماته وكان يلزم يغادرنا. وللتذكير هي مازالت كي حصلت في حلقة أخرى تتفرجوا فيها في الأيامات الجاية. عاد قلنا مادامها موجودة نستغلوها باش تعاوننا في الإتاحة بكلاي. دكتور وين باش نحكوا الموضوع معانا؟ خرج هو جاتي. احنا مانيش مأهلين باش نحكيو على الطب سامحني. لازم معانا دكتور نحن. ليه توا ما عادش توا ما عادش باش نحكيو على اللقاح لقاح لأنه هي مراه. البوزيسيون نتاعك باش تحكي على لقاح وقت انت سامحني حتى انا اليوم. ليه مش تحكي طبي؟ ليه اليوم اليوم شنو؟ ليه مش هي كأنت كرابر في ميدان وهي كفنانة ممثلة في ميدان. أساور بن محمد الفنانة والممثلة ذات المواهب المتعددة، لو توافر اللقاح اليوم هل أنت على استعداد باش تاخذ تلقيح اليوم؟ ديما نقولها وفي البرامج الكل نقولها، عندي ثقة في بلادي وفي رئيسنا وفي وزير الصحة وزارة الصحة بكل. كان معناتها شفت أنه فما حاجة باهية للوطن نتاعنا وخوا با ونلقى. يا ساور يا ساور ربي يهديك ربي يهديك يا ساور. توجاية مع كلاي بيجي تحكي له في لغة عنا ثقة في الحكومة وفي السياسة وفي ندراشنية. ها كلاي كلاي عاش خويا لغة حني حني هاي شي مكفاه. فوزي بالله بعد رد بالك مشيش يسبنا راو. أنا ما نلقح كونش في حالة برك كي جربوا التلقيح على معناها عباد ولا معناها مشي صحيح ننصح الناس يلقى. اما مش يجي معناها سمعت رئيس هي رئيس الدولة وانا كنت نجم يكون رئيس معناها وزير ولا حاجة عنده هو تعاك عيكة في فازة احلى من تعاك عيكة احلى قداش نستنوه على الحرة تعاك عيكة عاك عيكة وعاك عيكو تعاك عيكة حالة معاك. يا ولا حال يا ولا او يظلي باش تحل معاك بالرسمي يظلي باش تولي تشوف في غدوه خير بالرسمي مش كان في الغناء. دكتوره زدت وانجونينا خطوه حسيته داخل يا شيخ ترجل غادي يخلي هذا بلاصه وقام مدير باش يحملني انا يا فوزي يا فوزي اي برا حتى احنا زاد ناخذوا على انجلينا ظهر فيها حفله غادي بحذاها بوغيرا سبق واحنا خالتين اي هبطوا لانه فين اي برا بعد شوية الناس الكل باش تهبط للفضاء الخاص بالتلقيح. المرة هذه مع كلاي الوضعية باش تكون صعيبة وردة فعله فاقت كل التوقعات. استنونا بعد الفاصل. بعد الحوار الخاص مع شبيهة أنجلينا جولي، كلاي، فوزي وأساور هبطوا كالعادة للفضاء الخاص بالتلقيح وين باش يلقاو أنجلينا تستنى فيهم على الفاكسان. بسم الله. السلام عليكم. شركزنا على شنو؟ شركزني شنو؟ شركزني. بيرك ساو شبيه كمان. شركزني شنو؟ هاني هوني برد خلينا. شبيه ساو. فوزي عاش خويا خليه يدخل مساج من غير ما يتفرك ما يحبش يتفرك ما يحبش هذا بالسيف خليه يدخل مثلنا باش نسخنوا له الجو لداخل يا جماعه اه يروح انا من تو وش قعد أساور بن محمد تقوم بالتلقيح ملا ساور تو زعما ما في بالناش بيك احنا الناس الكل تزرقنا في البوتوكس فهمتني ولا مستنسى بالزرارق اما الزريقه ذي خايف لا تفش لك البوتوكس ضربه واحده. اما باش تكون باهي اللي كنتي والكلاي يا جماعه هيا طلعوا لنا سي نور الدين خليه يبدا في الفيلم نتاعو فهمتني ولا اهلا وسهلا سيدي قمت بعمليه التلقيح تو لاباس ولا باش تلقح توا هذا لقحتو ولا باش يلقح توا مازال اه مثلا نتاك انا نسالو حاجه مازال على قناعه بابا حاضر بنزين وانت قبلت عن الطواعيه في التلقيح واحد 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 هذا اللي كبير ضمهم في الماء قال لكم خرجوني لازم قال لكم خرجوني لاباس Lütfen. Şu iki tane. Ab.
فرج الراجل كيف هي مثل قاعد انت راجل يموت قاعدين فرج وحبيبين يا من كلنا من اي في اللايك وعيشك عيشك شكرا كاميرا صوت عيشك شكرا والله خلنا نخرج انا صح اي فرصه انا تو سايبني خلنا نطلع سايبني لا يعاوننا يا دي انا هنا وين الراجل تفضل يكلم السفير لا يجي معايا يجي معايا يجي معايا راجل كبير في شرط كيف حنديره يا بابا يا بيه يا بابا خرجوه الرجل بلعجي تلمو 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 انتم اسامين مش نكلم هنا مش نكلم هنا اسامين اوكي يطلع عدينا عدينا نحكي معاه هديه هو البليس اللي ما تعملوا له سايمة خمس سايك نحكي 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 مكارس منتي ما مكارس منتي هربوها يا كلام هربوها سايك حلقة كلاي كان فيها برشا اكسيون. نتقابلوا غدوة مع ضيف جديد وحلقة جديدة من انجلينا 19. لا يصور مع الكاميرا كشي صورني وقلنا معك عدد يا معك عدد شو وضعي مريح فجأة جاني تليفون وبحث صحيح كلمتني قناة الحرة قالت نعفق صريح إجا عنا على الهواء واحكي عالطلقيح قالوا لي احكي شو تحب وما يهمك في حتى حد حتى طيب كان قال لي حوما لك حق الرد افرض رايك قلع بايك واكفلهم جدار الصد والله بديت نتناقش معاهم يا حوما نتبند تتناقشنا على الكورونا وزيد عالطلقيح حكينا فما ناس قالت لي وفما ناس لا علينا وانا نخمم في المرواح وفي عشية في الكوجينة لاهي نحكي مع المذيع ستمت علينا انجولينا camera فما اللي قال لها لا هاني باش نخرج تو فما اللي وافق على العرض قريب يقول ميعو فما اللي شافها داخل جلا ما عنده سو فما اللي غني ويرعش مبحبح وعامل جو وانجولينا بيهتفيه وانجولينا بيهتفيه دخلني تضحك عليه دخلني تضحك عليه والزريب حبيبي بالسرقاي كانس فيه اللي تزلع لطف عليه وصحة للي ما تعقبتش عليه رمضان ضحكة من القلب ويعاشق النبي صلي عليه